Assalamu alaikum. Hi everyone. Today's idiom, bite the bullet. This idiom means to force someone to do something difficult or unpleasant. Example, I'm going to bite the bullet and ask my boss for pay rise. الترجمة الحرفية ديال bite the bullet هي تعض في القرطاسة. مينين ولا المعنى ديالها هو دير شي حاجة بيتي دير شي حاجة صعيبة خصك تقصح وجهك وتعض في ديك القرطاسة باش دير ديك الحاجة الصعيبة اللي هي تنقولوا المات خايبة. مثلا مثال عطيتكم مثال ديال الباترون ولا البوس بيتي يزيدك في الصالير مثلا خصك تقصح وجهك وتمشي عندو وتقول لي زيدني في الصالير. المهم الإيديم ديال اليوم هو bite the bullet. نتمنى يعجبكم هاد الإيديم هذا وديما bite the bullet. كما العادة خير الناس أنفعهم للناس. Sharing is caring. تحياتي والسلام عليكم.